السلام عليكم أصدقائي، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة. فيديو جد مهم، الشرطة الألمانية شرطة مدينة شفيغين شمال ألمانيا القريبة من مدينة روستوك على يعني شمال شرق ألمانيا على بحر الأوستزي، تبحث عن فتاتين، واحدة اسمها ريان والأخرى اسمها إلهام، اختفيتا عن الأنظار يوم الخميس صباحا ومفقودتين، ويتم البحث عليهما الآن في كل أرجاء ألمانيا. واحدة عندها 14 سنة والأخرى عندها 15 سنة. نتمنى بإذن الله أن يكون أو تكون ريان وتكون إلهام بخير وسلام. من شهد منكم أو من شافهم أو من تعرف عليهم، المرجو إخبار الشرطة الألمانية والاتصال بشرطة مدينة شفيغين على الرقم التالي 03-85-51-80-222-4، أو يمكنكم أن تتصلوا بأي مركز للشرطة. إذا التقيتم بهم أو شفتموهم لا تتكلموا معهم، اتصلوا فقط مباشرة بالشرطة والشرطة تعرف كيف تتصرف في مثل هذه الأمور. نتمنى إن شاء الله أن تكون ريان وإلهام في حالة جيدة، وإن شاء الله يا رب أن يعود إلى البيت. الشرطة تشك وقالت بأنهم على الأغلب اختفيتا مع بعض، وعلى الأغلب هن مع بعض. نتمنى السلامة للجميع. هنا مواصفات الفتاتين، واحدة عندها تقريبا اللي عندها 15 سنة، ريان طويلة عندها 1.74 متر، الأخرى اللي اسمها إلهام عندها 14 سنة عندها 1.60 متر. أصدقائي، إذا لاحظتم أي شيء اتصلوا بمركز الشرطة، ونتمنى أن ترجع الفتاتين بسرعة إلى أهلهم كي يطمن أهلهم. أحببت أن أخبركم بهذا الخبر، انشروا الفيديو جزاكم الله خيرا كي نستطيع بإيجاد الفتاتين، وإذا وجدتموهن فقط اتصلوا أرجوكم مباشرة بالشرطة، لا تتكلموا معهن، فقط اتصلوا بالشرطة، الشرطة تعرف كيف تتصرف. أصدقائي، أشكركم على المتابعة وأشكركم على فعل الخير، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.